السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن طنين الأذن. طنين الأذن عبارة عن استقبال أصوات غير موجودة في المحيط الخارجي عن طريق الأذن. طنين الأذن ده فيه منه نوعين. أول نوع اسمه طنين موضوعي أو طنين ملموس. دوت بيبقى المريض سمعه وأي شخص بجانبه أو الطبيب ممكن يسمعه أو ممكن نسمعه عن طريق سماعة الطبيب. طنين الأذن الموضوعي دوت بيكون عادة سببه أصوات محيطة بالأذن، ممكن تكون الأوعية الدموية اللي حوالين الأذن، المريض بيسمع صوت سريان الدم فيها، وده ممكن يكون إشارة لوجود تكتلات أو أورام في الأوعية الدموية اللي في الرقبة أو تقلصات في العضلات المتصلة بالأذن. وممكن فيه كمان من ضمن أنواعه اللي هو الطنين النبضي. الطنين النبضي دوت اللي هو بيبقى المريض سامع نبض قلبه في ودانه، ودوت بيكون ممكن يكون حاجه في الجسد كله، زي مثلا ارتفاع في ضغط الدم، يكون في انيميا او زياده نشاط في الغده الدرقيه. ودوت بيكون علاجه عن طريق علاج السبب، ان انا اعالج السبب اللي عمل لي الطنين دوت. او ممكن يكون في التهاب في المفصل الفكي وبيسبب برضو تمددات في الاوعيه الدمويه اللي حوالين الاذن، فالاذن بتسمع الطنين دوت. ممكن يكون في ناحيه واحده او في ناحيتين. لما بيكون في ناحيه واحده ببتدي اقلق ولازم اعمل فحوصات في الرقبه عشان استبعد وجود اورام في الرقبه. النوع الثاني من الطنين اللي هو الطنين الشخصي. الطنين الشخصي دوت عباره عن ايه؟ ان المريض هو اللي بيكون سامع الطنين بس، لكن المحاطين حواليه او الطبيب محدش يقدر يسمع الطنين دوت. في منه اسبابه كتير جدا. اول سبب ممكن يكون التهاب في الاذن الخارجيه او الوسطى او الداخليه، ممكن يكون وجود شمع متكتل في الاذن الخارجيه، علشان كده لازم بعمل فحوصات الانف والاذن، بفحص ودنه اشوف اذا كان فيها شمع، اعمله ضغط اذن اشوف اذا كان فيه التهابات في الاذن الوسطى، اعمله مقياس سمع لان ممكن يكون في ضعف في العصب السمعي او تلف في الخلايا السمعيه اللي في الاذن الداخليه. من اشهر اسباب الطنين اللي هو التعرض للضوضاء، ان ممكن يكون شغال في مصنع مثلا او شغال في مكان فيه ضوضاء، يبتدي اول حاجه تظهر اعراض عنده الطنين قبل حتى ما يحصل ضعف في السمع. وبيكون علاجنا ان هو لازم يبتعد عن التعرض للضوضاء. من ضمن الاسباب برضو ان هو بيكون بيتناول العقاقير المسببه للطنين، زي مثلا الاسبرين وبعض المضادات الحيوي، يبقى لازم اوقف الادويه دي وياخد بديل ليها. من ضمن الاسباب برضو عندي الضعف في السمع. ممكن يكون ضعف السمع نتيجه تقدم العمر او نتيجه السكر، مرض السكر، ان يكون السكر بتاعه مش مظبوط، لازم برضو اعالج السبب. بعمل فحوصات بتاعتي فحوصات السمع، اعمله مقياس سمع اشوف اذا كان في ضعف في العصب السمعي ولا لا. لو في ضعف في العصب السمعي ببدا اعمل له اركب له معينه السمع بتعالج جزء كبير من الطنين، لانها بتخلي المريض يسمع الاصوات اللي ما كانش بيسمعها قبل كده. طب لو ما عندوش ضعف سمع ببدا اديله اجهزه الاخفاء. اجهزه الاخفاء دي عباره عن ايه؟ اجهزه بتطلع اصوات شبه صوت الطنين اللي في الاذن، وبتخليه بعد فتره يبتدي ما يستقبلش صوت الطنين اللي في ودانه. وبرده ممكن حصل دمج ما بين معينات السمع واجهزه الاخفاء، بقوا الاثنين ممكن يبقوا في جهاز واحد المريض يستخدمه لعلاج ضعف السمع ولعلاج الطنين. في برده علاج اسمه العلاج الادراكي. العلاج الادراكي ان انا اقعد معاه اعمل له اخليه يتعامل بصوره مختلفه مع الطنين، يسترخي، يبدا يتعامل مع الطنين بطريقه مختلفه، ونقلل الاستريس بتاعه. ممكن نخليه يسمع موسيقى، كل ده بيقلل من استقبال الطنين. ممكن لو ما استجابش برده مع العلاجات ديت ممكن اديله ادويه علاجيه. الادويه العلاجيه بتقلل من استقباله للطنين بس مش بتخفيه تماما، فبتساعده ان هو يتاقلم بعد كده على الطنين. ولازم برضو من ضمن الفحوصات اللي بعملها لمرض مريض الطنين اللي هي اسمها فحوصات الطنين، اللي بتساعدني جدا فحوصات الطنين دي في اني اعرف الطنين اللي عنده ده متقطع ولا متصل، التردد بتاعه ايه، شده الصوت
اللي بيسمعها قد ايه، دي بتساعدني قوي ان انا اقدر اصمم له العلاج التاهيلي للطنين بعد كده، بان انا اظبط له اجهزه معاينات السمع او اجهزه اخفاء الطنين على حسب تردد الطنين اللي عنده. وطبعا اهم حاجه هو علاج السبب. لو ما فيش سبب يبقى ابتدي اتعامل مع الطنين لوحده. والطنين دوت مرض منتشر على فكره، بيمثل حوالي 5% من البشر بيشتكوا من الطنين في فتره من حياتهم، فعلشان كده لازم اتعامل معاه بجديه واستبعد الاسباب الخطيره. والاسباب الخطيره دي بشك فيها لما بيكون الطنين عندي في ودن واحده، لكن لو اذنين عاده السبب ان شاء الله بيبقى بسيط. فلازم برضو اعمل الاشعاعات المطلوبه، التحاليل المطلوبه، علشان اتاكد ان مفيش سبب خطير. وبعد كده بتابع المريض باستمرار واشوف هل هو استقباله للطنين قل واختفى ولا ما قلش. وده بيتم عن طريق هنا في مركز جراحات مناظير الانف والاذن والحنجره. شكرا.